التحقيق وترى انا البارح لافوكا مشى لحاكم التحقيق بشير الفرجيجي وقال له ما فماش مشكل، قال له بعدي شد عندي توا راني توا عندي جلسه تقرير انا والزملاء، قال له فماش مشكل الجمعه الجايه دخلوا عليه الدار في الكراج توا في الكراج داخل في الدار بالسيف يحبوا البارح حاكم التحقيق كان قال له يجيني غدوه مشيت له مع المحاميه شو مشي توا تجيني انت ما تساعديني تجي تعمل تهزني من الدار فماش مشكل انا كان معك في الدار ما فماش مشكل البارح المحامي هو حاكم التحقيق واتفقوا قالوا لي قالوا ما فيش مشكل قالوا جماعة جاية قالوا جماعة جاية جينا على العين